أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحي والمجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنا أقول كل سنة وأنتم طيبين، لأنه بعد أيام قليلة بالتأكيد يوم 13 سبتمبر هنحتفل بعيد النيروز. عيد النيروز هو عيد بداية العام القبطي الجديد، وكلنا عارفين طبعا أن النيروز يرمز إلى الشهداء، واختارت الكنيسة بحكمتها وبإرشاد من ربنا أنه اليوم ده يمثل عيد ميلاد الكنيسة، وكأن الشهداء هم من أسسوا الكنيسة بدمائهم. اختارت الكنيسة أن يكون دماء الشهداء هو عنوان السنة الجديدة بالنسبة لها، لأن الشهادة والاستشهاد هي جزء كبير من حياة المسيحي، خاصة في العصور الأولى من مجيء المسيحية. الكنيسة السنة القبطية كما تعرفون هي 13 شهر، 12 شهر منها كل 30 يوم في كل شهر، وبعدين في شهر صغير وعادة بيكون 5 أو 6 أيام حسب السنة دي هتبقى نوحية. هذا بالتأكيد يتناسق مع حديثنا النهاردة، فنحن النهاردة نتحدث عن شهداء. شهداء بذلوا دمهم لأنهم لم يريدوا أن ينكروا إيمانهم. شهداء تعرضوا مثل ما تعرض كثير من الشهداء الأولين إلى إغراءات في البداية، إلى تهديدات، ثم إلى تعذيب كثير معنوي ونفسي، ثم في النهاية استشهدوا ونالوا إكليل الشهادة، ولكن لم ينكروا إيمانهم ولم ينكروا مسيحهم. النهاردة في الحقيقة هنتحدث عن قصة كلنا سمعناها، عن أحداث عشناها، معظمنا عشناها، بل أقول إنه العالم كله عاشها، وهو يتحدث عن 21 شهيد القبطي الذين استشهدوا على شواطئ ليبيا من أجل على يد الدواعش اللي هددوهم وقتلوهم، وفي نفس الوقت عملوها عملية دعائية يظهروا للعالم كله بشاعة عملهم، ومع ذلك يفتخروا به. مرت الأحداث في هذا الوقت وتأثرنا بها كثيرا، وكثير من الناس والدولة بتاعتنا أيضا قامت بعمل عسكري للرد على هذا الجرم الإجرامي اللي حصل، وضربت الدواعش في قواعدهم لأجل أن احنا ناخد شرفنا تاني. لكن في الحقيقة مع مرور الأيام، رغم أن العالم لم ينسى هذا الأمر، أنه في الفترة الأخيرة بدأ أحد أبناء الكنيسة اللي ربنا حط في قلبه أن يستغل موهبته لجاي يجسد هذا العمل في فيلم، يكون فيلم معمول على مستوى عالمي لكي يشاهد العالم كله ما حدث ويتابعه. النهاردة في الحقيقة أنا يشرفني جدا ومبسوط أن يكون معايا ضيف العزيز الأستاذ رؤوف زكي، المخرج والمنتج واللي بيعمل في مجال الأفلام لفترة طويلة. أستاذ رؤوف أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك زي حضرتك. شكرا لضيافتك ومحبتك ومحبة كل الفنانين هنا وشغلكم في لوجوس تي في. ألف شكر. والحقيقة بالتأكيد أنه إحنا سعداء أن أنت موجود معنا، لأنه لما بنعرف أنه أحد أبناء الكنيسة أخذ على عاتقه أنه يعمل هذا العمل ويعمله على مستوى عالمي، ده شيء يسعدنا كلنا. والغريبة أستاذ رؤوف، سيبني خلينا بلاش الألقاب، أنا هقول لك رؤوف على طول. غريبة رؤوف أنه كثير من أبناء الجالية هنا في أمريكا، وأنت بتعمل الفيلم هنا في أمريكا، وكثير من أبناء الجالية في مصر ربما لم يجدوا الفرصة أنهم يعرفوا عن العمل اللي أنت بتعمله. أنا عارف أنه في كتير من الأعمال اتعملت عن هذا الموضوع ربما بطريقة محاولة تصويرية، يعني documents بيقولوا ده اللي حصل وبيروا قصص وحكاية زي كده، لكن أنت أخذت الفيلم ده لبعد تاني. قبل ما نتكلم على الفيلم
عرفنا بنفسك، مين هو رؤوف زكي؟ أنا تولدت في مصر، ومصر بلدي، بحب بلدي جدا، بروح أزور، بروح أشتغل هناك. أحلى ذكريات عندي، دخلت هناك في مدرسة، فرنساوي، وتعلمت فيها، وأصحاب العمر كله هناك. سبت مصر وأنا عندي 17 سنة، وجيت أمريكا في ولاية بوسطن، ودرست الإخراج هناك في جامعة بوسطن. وبركة ربنا أنا الوحيد في الجامعة ديت اللي هي موجودة بقالها 100 سنة في مجال الإخراج، اللي فزت بجائزة سامنر ريدستون لخريجي الجامعة لفيلمين عملتهم. واحد منهم الجائزة الدهاني هنا في هوليوود في نقابة المخرجين على فيلم اسمه فاير فلايز، فأنا الوحيد اللي فزت بها بركة ربنا يعني مرتين. وكملت يعني مجهودي في الإخراج، وعملت مكتب في بوسطن للإخراج والتصوير، وعملت أفلام تسجيلية، بعض منها في مصر وبعض الآخر هنا في أمريكا. وبعد كده كملت أن أنا أكتب سيناريوهات عن السينما اللي بتخص العرب أو الناس اللي جايين من الشرق الأوسط، عن مشاكلهم وبعد أحداث 11 سبتمبر، وتختلف من كوميديا لدراما. عملت أفلام، فيلم مثلا اسمه سانتا كلوز في بغداد، كتبت عنه مجلة صحيفة النيويورك تايمز إن هو شبه معجزة في السينما، لأنه اتعمل في بوسطن وهو أحداثه بتدور كلها في بغداد، عن قصة كريسمس لشاب وشابة في بغداد في أيام الحصار. والفيلم عمل ضجة بطريقة أنا ما كنتش يعني أتوقعها في المجال التعليمي. فجامعة هارفارد جات وقالت لازم يتعمل الفيلم دوت منهج، والفيلم لازم، مع أنه فيلم روائي يعني، لازم يتدرس في المدارس هنا في الهاي سكولز. وابتدى يعرضوه في الهاي سكولز، واخد شهرة جامدة قوي، وجالي جوابات كتير قوي من المدرسين هنا متشكرين جدا ان احنا ان انت عملت فيلم يوري صورة إيجابية عن الأطفال في العراق، ان كل الميديا هنا بتوري صور سلبية وكده. فالفيلم الناس ممكن تتفرج عليه في الويب سايت بالكامل، اللي هو ravisionproductions.com، في الويب سايت بتاع الشركة بتاعتنا. ومن هناك تطورت الأفلام ان انا اتجه لاتجاه faith based او أفلام تسجيلية تانية عملتها، يعني عن الإيمان وكده. وابتدت المشوار يتطور، وعملت أفلام تانية عن ممكن أتكلم عنها لو عايز. أو أنا، أنت سبعتني شوية، لكن خلي، أنا كنت في الأول عشان عاوز أعرف خلفيتك في مصر، فأنت قلت أنت دخلت الجامعة في مصر، لكن دخلت الجامعة هنا في أمريكا. فسبت مصر، كنت في الهاي سكول يعني، خلصت ثانوية عامة هناك في مصر. وجيت هنا دخلت بوسطن، وده اللي خلاك، إيه اللي خلاك اخترت مجال الإخراج مثلا؟ حبيت قوي ان انا اكتب، وان انا احب اقول قصص عنا وعن تاريخنا. فابتديت اكتب عن مثلا سيناريوهات وانا في المدرسه في الجامعه عن الفراعنه. وحبيت ان انا يعني شفت كتير قوي ان احنا في الايام التسعينات وكده بسبب اول حرب عن العراق، ان احنا برضو الناس فاكره ان الناس في مصر يعني ما تفهمش، يعني مش واخد الكالتشر بتاعتنا قوي يعني. مش بتفهمش قوي، فحبيت ان اوري تمثيل للكالتشر بتاعتنا، خصوصا في المجتمع الامريكي او في الافلام الامريكيه. بالظبط، فحضرتك حاولت تصحح الصوره دي. بالظبط، وتعرض حاجه توري المجتمع، وده كان احد الافلام. انا هنتكلم على الحاجات اللي انت عملتها غير الفيلم ده اللي بنتكلم عليه، بس يعني انت لما حسيت في داخلك هذا الامر، من الواضح ان ده حاجه حبيتها، عشان كده اكسلت انا
وادوك الجوائز لانك انت الوحيد في الجامعه دي اللي خدت الجوائز دي وكرموك، ودي جائزه تقديريه وخدت التقدير ليها هنا في لوس انجلوس. مظبوط مظبوط. من ايه، من انهي هيئه؟ ايه الهيئه اللي كرمتك؟ اللي هي الدايركتورز جيلد اللي هو نقابه المخرجين هنا في هوليوود يعني. وسمعت تعليقات انه بيشكروك لانك انت عملت تصوير حقيقي بدل التصوير اللي احيانا بيكون مسيء للعرب هنا في، للاسف الشديد طبعا. يعني في كتير قوي في افلام هوليوود كبيره قوي من ناس ان هي الناس اللي عايشه في صحراء او الناس عندها جمال او 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 حاجات طبعا. هنا المشاهد في امريكا بيصدق الحاجات دي لما بيشوفها. لما تروح حضرتك تشوف ناس بتروح مصر وتزور وترجع مبسوطه وتحكي، دي اللي احنا عايزين، ويعرفوا ان في مسيحيين في مصر. لان دي الحاجه اللي لما نعمل الفيلم دلوقتي اللي بنشتغل عليه بتاع الشهداء، ناس كتير بتقولها ما اعرفش ان في مسيحيين في مصر. بالظبط. ده اساس المسيحيه هناك، والعائله المقدسه هربت هناك 3 سنين وتبتدي تحكي لهم يا انا ما اعرفش كده، لازم تروح هناك. والاديوره والرهبنه ابتدت في مصر، وتحكي لهم عن القديس انطونيوس وبولا. فيعني لازم بتفتح عينيهم الميديا على يعني كل الحاجات دي. بالتاكيد. وده عمل بلا شك محتاج لكفاءات من الكوميونتي بتاعتنا مصريين او عرب عموما، انه يدخلوا في المجال ده ويبتدوا يقدموا الصوره دي. انا في ذهني اول ما جيت هنا امريكا وكان في موفي معموله مش عارف افتكر اسمها، حاجه الادن او حاجه، كان كريم عبد الجبار اي ثينك، او واحد من الباسكت بول بلايرز المشهورين بيمثل صوره الجيني، لكن مصورين العربي الشخص العربي ان هو شخص وحش الفيلن. بالزبط. هو كان الشخص العربي، واستغربت لان قلت دي مش دي طبيعه المشكله، يعني لازم ما ينفعش يعممه بهذه الطريقه. طب دي حاجه جميله جدا. حضرتك دخلت في المجال ده وابتديت تشتغل وعملت افلام، وانت ذكرت الفيلم بتاع سانتا كلوز ان بغداد، او بابا نويل في بغداد، او سانتا كلوز في بغداد. ده فيلم عملته. كمان عملت كذا فيلم تاني، يعني عملت فيلم اسمه The Dream، ويريت الأخ المخرج لو يورينا الصور دي اللي فيها أسامي الأفلام اللي عملها: The Dream, Santa Claus in Baghdad, Butterflies, Beethoven's Letters. Tell me إيه Beethoven's Letters بالضبط؟ got my interest. Beethoven's Letters فيلم عن الرسائل اللي كان بيبعتها بيتهوفن. بيحاول يشرح للعالم، بعتها لأخوه أو بعتها لحد قريبه أو لصاحبه، بيشرح للعالم موقفه إن إزاي إن مفيش حد فهمه، وإن إزاي إن هو عشان أطرش الناس مش فهماه، فبيخش في مشاكل في الناس، وإن إزاي كمان هو كان مسيحي. ازاي ان هو كان بيحاول ان هو يقول ان الله محبه في كتير قوي من الكومبوزيشنز اللي عملها، زي اخر واحده كتبها اللي هو السيمفونيه التاسعه دي، كان كاتبها هو اطرش خالص ما كانش بيسمع، وتسمعها هي كلها كنائسيه يعني. السيمفونيه التاسعه دي فكلها يعني بيريد بيس عنه هو شخصيا، وهو فيلم قصير بس فاز في بالصدفة يعني، وهنتكلم بعد كده انه فاز جايزة في فيينا مطرح ما بيتهوفن كان موجود في نفس الاسبوع اللي كنا بنصور فيه الفيلم بتاع الشو ده، وفي نفس الاسبوع اللي كنا بنصور فيه برضو فوزنا بجايزة تانية فيلم دريم اللي احنا صورناه قبلها بسنة. دريم ده احد الافلام برضو ما عندنا صورة ليه. الفيلم دريم دوت صورناه اول فيلم روائي طويل عملته في سنة 2020. الفيلم دريم دوت بيتكلم عن واحد ذوي الاحتياجات الخاصة عنده توحد، قصة حب ما بينه وما بين واحدة عمية، يعني فازاي ان هي كان في زي عندنا في بوسطن في مركز للعمي، كان في اب كاثوليكي اسمه فادر كارول،
كان بيعلمهم ازاي بعد الحرب العالميه الثانيه كان في كتير قوي بيرجعوا فقدين البصر، فكان عليهم ازاي انهم يعتمدوا على السمع بتاعهم من خلال ان هم يبرزوا بعض بالشيش يعني الشيش، وازاي ان هو ياخدهم مركب شراعي ويخليهم يعتمدوا على الريح، وازاي ان هم يساعدوا في في الاتجاهات المركب شمال واليمين وكده، على اساس انه بيكون في اعتماد شامل على الحواس اللي هي يعني غير مرئيه. ففيلم دريم قصه حب ما بينهم على اساس ان هو بيعمل لها يعني تطبيع لبرنامج بيساعدها ان هي تروح بالمركب الشراعي لوحدها في البحر معاه، والمجازفه اللي بياخدوها مع بعض. فهي مبنيه على قصه حقيقيه، والفيلم كله ممثلين يعني مش ممثلين، كلهم شخصيات فعلا حقيقيه. في 28 ممثل في الفيلم فاقد البصر يعني، ودي حاجه ما اتعملتش قبل كده. يا سلام. فالفيلم دوت الحمد لله يعني جاله بريمير جامد جدا السنه دي، وكان سولد اوت، وقناه ان بي سي جت عملت كفرج فول كفرج، وبعد كده هو اتكتبوا عن الفيلم وعملوا برنامج عنه في القناه، واستضافونا انا والممثلين، ولقينا لانهم مهتمين جدا بالفيلم لقينا ان جالنا منحه ان احنا نعمل زي اوديو ديسكريبشن للناس اللي هم فاقدي البصر عشان يفهموا يبتدوا ان هم يتصوروا الفيلم. يا سلام. فدي حاجه برضو ما كناش نتوقعها ابدا ان في ماركت للناس اللي هم فاقدي البصر يتفرجوا على فيلم. فدي حاجه تشرفني جدا ان نلاقي الناس ان انت تقدر تدي حاجه زي كده لحد يعني. وكده طبعا الفيلم اسمه احلم يعني دريم، عشان ان انت ممكن الناس فاكره ان انت عندك يعني ديسابيليتي او حاجه ما تقدرش ان انت تعمل حاجه معينه، لا ده انت ممكن تعمل وتعمل وتعمل. شيء جميل جدا. واللي عجبني في معظم الافلام انها مش يعني مش فيلم تقليدي مغامره وقصه او قصه حب او حاجه زي كده، انما هو بياخد انت بتاخد مواقف انسانيه معينه وبتعبر عنها في خلال الفيلم، فده شيء جميل جدا. وانا عندي الليسته هنا Just Your Average Arab، انت عملت حاجه عشان واحد شخصيه عربيه وتمثلها، وده برضو بيعضد الكلام اللي قلناه قبل كده. مظبوط مظبوط. اتفضل. يا فيلم Just Your Average Arab عن ناس من جنسيات عربية مختلفة بعد أحداث 11 سبتمبر بيستخبوا بيحاولوا إن هم يغيروا اسمهم عشان العنصرية اللي بتحصل للعرب بعد أحداث 11 سبتمبر، وبيعملوا مكياج بيحاولوا يغيروا في وشهم يعني شعرهم أصفر وعينهم زرقاء ويبتدوا يكلموا بلهجة غير عربية، وفي نفس الوقت الـ FBI المخابرات الأمريكية بتتصنت عليهم فاكرينهم ان هم إرهابيين. فهي فيلم من الكوميديا السوداء، وده برضو أخذ ضجة جامدة جدا في الجامعات يعني أكتر ما أخذ جوائز. يعني رسالة نفسها وصلت للجامعات، فده بيهمني أكتر من الجوائز ومن المهرجانات والحاجات الريد كاربت والكلام ده كله، لأنه عمل يعني أخذ حاجة نجاح في حاجات ناس بتستنفع من الفيلم، بتفهم إيه اللي حصل، بتاخد صورة تانية عنا ككالتشر اللي حصل لنا إيه، وإن إحنا فعلا إحنا ضارينا أكتر ناس بعد اللي حصل بعد الأحداث ديت يعني. جميل جدا. وفي الحقيقة بيوري حبك للكالتشر بتاعتك وحبك لأنك تظهر الحق. يعني احنا ممكن نقضي وقته كتير، بس انا عاوز اعرف الناس الحاجات اللي انت عملتها. Dating Dawn، وبعدين The Mourner's Wife، زوج أرملة او زوجة الأرمل، مش كده؟ انا عمال ادور اربطها ازاي طلعت زوجة الأرمل بالعربي يعني. و Get a Grip، اتحكم في نفسك، او
جيت ا جريب. عاوز تقول تعليق على اي الافلام دي تورينا برضو احنا عاوزين نتعرف على شخصيتك وعلى طريقه تفكيرك وخلفيتك. يعني هي يعني فيلم جيت ا جريب كونغ فو يعني فيلم كونغ فو ما كنتش كنت حابب اعمل فيلم اكشن شويه. فالافلام كلها الهام بيجي لي مثلا ان انا اعمل اتكلم عن القصه ديت او حاجه ما عملتهاش قبل كده واشوف يعني بعمل نفسي زي تشالنج ازاي انا اعمل حاجه مختلفه كل مره يعني. طيب روف يعني احنا لما نقول روف نقدر نقول ايه؟ مخرج؟ منتج؟ يعني ايه اللقب اللي fits you most؟ كاتب ومخرج منتج بالإكراه يمكن تقول عشان بضطر ان انا انتج افلامي يعني او بجيب حد ينتجها لي. لكن بحب اكتر ان انا يعني اكرس نفسي للإخراج. طيب جميل جدا. طيب كل دي حاجات اعمال جميله ومن الواضح انها خلتك اتعرفت في الكوميونتي بتاعت الافلام والحاجات اللي زي دي وكل شويه بتطلع فكره جديده وتعملها. All of a sudden انت ابتديت تهتم بقصه الارامل امين الشهداء بتوع ليبيا. ممكن تقول لنا ايه اللي خلاك مره واحده انتقلت لهذا الامر وليه خد منك الاهتمام ده كله؟ على علم يعني وانا متاكد انك عارف هذا الكلام انه ده لو انت بتفكر من الناحيه الماديه ده ربما مش هيكون الماني ميكر، مش هيكون صانع الاموال، انما ده ممكن يكون عبء عليك من الناحيه الماديه will be a burden on you financially. ايه اللي خلاك اهتميت بهذا الامر؟ زي ما قلت حضرتك يعني الواحد ممكن في اخر عمره لو ربنا اداله عمره طويل ممكن يبص لورا كده ويقول هل انا عملت في افلام تفيد ناس او ممكن تفيدها كتغير فكرها او ممكن تفيدها روحيا او تجذبها للمسيح او تقوي ايمانهم. فالواحد لو ربنا اداله طول عمره وفكر في افلامه او في عمله يهمني قوي اكتر ان انا اكون موصل رساله لحد يعني. فالفيلم دوت اللي جذبني ليه اكتر حاجه طبعا واللي اداني الالهام ليه يعني ان انا اعمل الفيلم دوت هو رحلتي لمصر في سنه 2022. من سنتين كنت في مصر مع منظمه كوبتيك اورفنز انا بصور لهم في مصر قصص في الصعيد نجاح شامل لناس بيغيروها يتامى هناك يعني ربنا يديهم عندهم 80,000 يتيم في مصر بيهتموا بيهم في الصعيد من اول لاخره. فعاملين بروجرام جديد كان اسمه ال21 والبروجرام دوت بيجيبوا ولاد وبنات من امريكا في سن ال21 ويبعتوهم مصر لمده 6 أسابيع يخدموا في المنيا يعلموهم انجليزي هناك لليتامى. فمن ضمن البرنامج في زيارة لكنيسة القديسين في العور وكنت أنا معهم وصورت العائلات بتاع الشهداء ورحت المزار في كنيسة العور وصورت في المزار اللبس بتاع الشهداء وحاطينه في المزار وسمعت في التصوير. طبعا كنت انا بصور مشرف على التصوير هناك فصورت اللقاء دوت اللي هنشوفه محضرينه. وعلى فكره لسه عارفين برضو من يومين ان الفيلم دوت اللي هوريه حضرتك فاز بجائزه في ايطاليا في مهرجان تاني مسيحي في ايطاليا اسمه ساكري سيني و اللي هو يعني تصوير هذا اللقاء تصوير هذا اللقاء لسه عارفين من يومين يعني وحيكون في اكتوبر في نص اكتوبر الشهر الجاي ان شاء الله. طب اسمح لنا نتفرج على اللقاء ده ونكمل الحديث عليه عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم على ايه. ده اللقاء انت حضرتك عملته مع اسر الشهداء. اتفضل. هو الشهيد يعني ده اولا يعني فلاح وهو لما حصل مثلا ظروف ان هو يضطر يروح ليبيا عشان يكون لنا بيت نقعد فيه
كنت ببيت عيلة سافر ليبيا. فسافر عشان خاطر يحسن مستوى العيشة، وقعد هناك 9 شهور كنت أنا ولدت البنت. أنا كان طيب قوي وكان محب للكنيسة، كان دايما يقوم الساعة 4 الفجر يصحينا أن الأولاد نروح الكنيسة نحضر القديس البدر على طول باستمرار. كان معلم أولاده ومارينا ورفقة هم اللي كانوا منشورين، كان دايما يخليهم يصوموا حتى الصيام الكبير 55 يوم كان يصومها كلها. كان طيب قوي، هو كان أكبر أخواته وكان طيب ومحب لأخواته وكان يحب يخدم الكل، وكانت كل الناس تحبه، مسلمين ومسيحيين في البلد كان يحبه كتير. هو في أول خلص اتخطف يعني، فجي نازل كان دراعه مكسور، هو حاليا الجبس بتاعه تحت في المزار. فكان جاي عشان خاطر يتعالج هنا في مصر، اتمسك في الطريق. لا كانوا قاعدين في السكن في الليل الساعة 1 في الليل أو الساعة 3 طجر عليهم فتحوا، أخذوهم الناس من المسنة بالأسود وخذوهم من السكن. فإحنا كلنا كنا بنصل ونقول يا رب ثبتهم على الإيمان وهم مختطفين عشان ينكر صليبه، فما مرضيش. حاولوا فيه وضربوا له مكسروا له رجله مرضيش. ربنا سمع برضو صلاتنا، احنا ما كناش بننام، ليه؟ كنا خايفين احسن يزحزح ويروحوا كده او كده. جاب لي الاربين دار لك على حد جوزي، ودي اخر مكالمه جالها لي. الليله اللي استشهدوا فيها انا عن نفسي ارتحت ونمت. شكرا لك يا رب ان انت وصلت للمرحله دي، ما راحوش لا كده ولا كده، لان احنا فخورين بنطق السيد المسيح. بس قلت يا رب يا سيدي تكفينا عن كل حاجه. وده احساس جميل ان هو بيجي لنا شفيع في السماء. لو رايحين مكان ومش لاقيين مواصله بقول يا رب ببركه الشهداء ابعت لنا مواصله. ما فيش، على ما بنخلص الكلمه ربنا بيستجيب. بس هو ربنا بقى كان رايد بحاجه اعظم من ان هم يجوا هنا. هي يمكن كانت بتعدي عليها ايام ان هي بتفقد ابوها، وليه واشمعنى انا وما العيال كلها حواليا معها بابا. بس هو ما كانش سيبنا وكان معانا وكان بيجيها. نشكر خالص الناس اللي عملت فيهم كده، نشكرهم خالص خالص. بس انا اشكر ربنا اللي هو وصل للمكان اللي هو فيه ده، يعني بشكر ليك يا رب على اللي احنا فيه. يا سلام على الايمان بتاعت الأم دي اللي بتقول إحنا بنشكر الناس اللي عملوا فيهم كده. ولما عرفت إنهم اتمسكوا كان كل همها إنهم ما ينكروش الإيمان، مش خايفة على حياته، هي مش عاوزاهم ينكروا الإيمان، ثبتهم على الإيمانهم. طبعا بلا شك إنه شيء يلمس القلب، وده ربما اللي لمس قلبك وخلاك تأثرت وقررت تعمل الفيلم ده. طبعا هو دي التجربة اللي لمست قلبي وخلتني أكمل في المشوار إن أنا أعمل فيلم روائي عنهم. وعلى فكرة بالمناسبة يعني الفيلم ده تعرض في برنامج كذا برنامج كاثوليكي، والناس قالت نفس الكلمة اللي حضرتك قلتها دلوقتي، يا سلام إزاي إن هي ما جالهاش نوم غير لما عرفت إن هم استشهدوا. لمس ناس كتير قوي الفيلم ده، ومن كاثوليك لإنجليين. طبعا دول شهداءنا بس دلوقتي بقوا حاجة عالمية يعني. فكان لازم ان احنا نعمل فيلم يعني عنهم، هم حصل لهم ايه في ليبيا وفي الأربعين يوم اللي هم كانوا مسجونين فيها. فابتديت اكتب عن ابحث اكتر عن اعمل بحث يعني عن اللي حصل وكده. يعني انت كنت في الرحله بتصور لكوبتيك اورفنز، ولما رحت بقى الكنائس دي صورت الامر ده، ولا بعد كده صورت بناء على قرارك انك تعمل الفيلم؟ ساعتها ما كنتش عارف ان انا هعمل الفيلم الروائي. لما رجعت امريكا تاني، رجعت بوسطن، ابتديت افكر ازاي ان اكتب فيلم عن فيلم روائي عنهم. وحد هنا في امريكا وجهني للمخابرات او الجهات الامنيه في ليبيا، وحبيت اعرف بعد يعني بحث كتير قوي اوصل لشخص معين كان ماسك القضية هناك في ليبيا،
ابتدى يحكي لي ازاي ان هم كانوا في نص الليل مختطفين اتخطفوا، وازاي ان هم كان داعش مستولي على هوتيل في ليبيا في مدينة اسمها سرت، واخدوهم حطوهم في مبنى حكومي. تحت المبنى الحكومي ده في زي سجن عسكري، حطوهم في السجن دوت للمدة دي كلها، وكانوا بيطلعوهم السجن كل شوية. حتى الناس اللي كانوا عايشين هناك ما كانوش كانوا فاكرين ان هم مثلا في محاكمة او في حاجة بتحصل لهم، ما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. فابتدى طبعا يحكي لي حاجات تانية ازاي كانت حصلت لهم في السجن دوت من خلال شهداء عيون والتعذيب. وهو مسلم يعني، فهو بيحكي لي عن حاجات يعني هو مبنية على يعني الانفستيجيشن اللي عملها معه، التحريات اللي عملها. وده الأحد الناس اللي هم من المخابرات الليبية هو اللي حكى لك القصص دي. فده مش مصلحته انه يحور اي حاجة، ده بالعكس. لا مش مصلحته. كمان هو عنده لأن أخوه مات برضو من داعش، فعنده زي يعني رغبة ان هو يقبض على حد كان. وبعدين طبعا كمان عملت بحث كتير قوي على اليوتيوب بعد ما رجعت عن فيديوهات اتعملت مع كل عيلة. ده كان عمره كم سنة، وده كان بيحب يرنم في الغيط، وده كان هم كتير قوي منهم من عيلة واحدة زي ما الناس كتير عارفة، وكلهم فيه صفات جميلة جدا حطناها في الفيلم. في منهم كان حاسس ان هم هيستشهد، في واحد منهم قال مامته بتقول له معلش يا ابني سامحنا ان انت ان حالتنا الماديه عشان تروح ليبيا، وتعمل بتقولها قالها بتعيطي ليه ياما، اذا كان المسيح نفسه اتولد في مزود بقر يبقى احنا مش احسن منه. يعني بساطتهم. وفي منهم في ليبيا كانوا الناس ساعات ما كانتش بتدفع لهم فلوس، كانوا الله يسامحك يعني كانوا ناس بسيطة جدا. في منهم حتى يعني كانوا حافظين بعض الآيات. ف يعني كل ده مدخله في الفيلم صفات دوت وصفات دوت وصفات دوت، مش قايل ده مين وده مين وده مين، بس صفات كتير قوي منهم مدخلها في الفيلم. يعني انت اتعرفت عليهم شخصيا بالظبط من خلال دراستي يجت نو بيرسوناليتي، وكانك قابلتهم شخصيا بالظبط. وعشان كده انت اللي كتبت السكريبت ده مش كده؟ انا اللي كتبت السكريبت، وكمان من عند ربنا برضو اتعرفت في بوسطن في اتنين من اخوات الشهداء نقلوا لبوسطن، اخين صغيرين من عائلتين، يعني قعدت معهم وحكيت معهم برضو، فدي كانت بركة جامدة. فحاجات كتير قوي حصل زي كده. وأخت اتنين من الشهداء اللي هم صمويل وبشوي عملت مقابلة معها، ودي برضو في الفيلم ازاي الأخين دول كانوا مع بعض في الاستشهاد. حاجات كتير قوي ممكن أحكيها لك يعني داخلة في الفيلم. عاوزين نسمع بالتأكيد كله، بس عشان الناس تعرف المستوى اللي تعمل بيه الفيلم ده، لأنه يعني ده مش فيلم عادي دوكيومنتاري انت عملته، لا ده فيلم بلا شك مبذول في وقت موجود. تعال نشوف التريلر أو جزء من الفيلم ده نتفرج عليه عشان الناس تعرف، وده مجرد بس يديكوا فكرة عن ايه اللي هيتعمل في الفيلم ده او المستوى اللي بتعمل فيه. نتفرج على التريلر ونعود لتكملة حديثنا. I can free you and you join us, but you must pass a little test. Then you will be my soldier. Who became to Libya to feed our families? If we deny God in front of men, he will deny us in heaven. We are going home for Christmas. Do
Philippians, the happiest book in the Bible, was written while in prison. They will cut your heads off and lay it on your box and film it for the world to see. Does your God want this? Let it be His will. God will surely not abandon His widows and orphans according to His promises. طبعا اللي انتوا شفتوه دي كليبات من الفيلم، الفيلم لسه مخلص. واحنا هنتكلم برضو على انه محتاجين تعضيد ومساعدة لإكمال الفيلم ده، لكن اديكوا يعني شايفين الصورة اللي بيرسمها يا زي واذا كان يعني لحد بيتحرك قلبه عاوز يساعد، اهي موجودة تحت الطريقة اللي ممكن تساعد بيها، وانا اعرضها لكم اكتر بعد كده. اللي انا touch my heart او لمسني في الكلام ده، على فكره هو بالانجليزي عشان يبقى على مستوى عالمي، لكن لما هينزل ويبقى جاهز انه ينزل في البلد العربيه هيبقى في سبتايتلز، مش كده يا رؤوف؟ هيبقى في سبتايتلز بالعربي عشان برضو ممكن يتشاهد في البلاد العربيه ويتشاف. لكن زي ما رؤوف كان بيقول لنا من شويه ان هو درس الشخصيات دي وعاشها وعاش معاها ونقل لنا الاحاسيس دي في الفيلم. ولو خدتوا بالكم من منظر الشاب اللي الراجل بيحذره بيقول له دمكم هيتسفك في الارض وهيترمي في الارض، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ قال له لتكن اراده ربنا، لتكن ارادته. شوف قوه الايمان، ده الصوره اللي بيرسمها لنا في الفيلم. دي الحاجه اللي يمكن ما فيش فيلم تاني او اي حاجه اتعملت على الاحداث دي صورت مشاعر الناس دول، صورت اللي كان بيدور في داخلهم، لأنه هو عاش معاهم من دراسته ليهم ومن حديثه لأهله وأقاربه. اللي احنا شفناه في الصورة دي فهمنا بقى دول اللي اتمسكوا، ومين الشخص اللي لونه دارك سكين شوية ده، هو ده مين بالضبط؟ طبعا يعني البطل الفيلم هو القديس اللي كان من غانا اللي كان معهم. ما نعرفش عنه حاجة كتير قوي، صورته دي اللي موجودة ده الممثل ده هو اللي بيمثله. يعني في إشاعة كانت بتقول إن هو داعش ما كانتش هتقتله، هما كانوا بس ماسكين الـ20 من شهدائنا. وكان هما الفيديو هيتعمل عن 20 دولار، والفيديو اللي داعش كانت هتعمله كانت عاملاه اصلا كبروباجندا، لان بتوع داعش كانوا الافلام اللي بيعملوها ديت كانت فاكرين ان هو يعملوا رعب للناس، كانوا بيعملوها عشان يضموا ناس من انحاء العالم كله ليهم، يعملوها كان عشان يوروا ازاي ان هم اقوياء وازاي ان هم ممكن يعملوا حاجه زي كده. بينضم ناس كتير قوي، منها عملوا فيديو برضو عن حاجات شبهه، وبعد كده عرفنا ان هم في حوالي 20 اثيوبي برضو عملوا معهم نفس الحكايه بس بالضرب بالنار، وبرضو عملوا فيلم فيديو لايف حرقوا واحد فيه اردني في قفص، عملوا لايف برضو عشان يوروا قوتهم عشان يجمعوا ناس، لأن هم كانوا محتاجين جنود تانية تجيلهم، لأن المقاومة في ليبيا من خلال المقاومة الوطنية في ليبيا اللي اسمها البنيان المرصوص ابتدوا يهجموا عليهم بمساعدات أمريكية بالجو، فهم كانوا عايزين يعملوا فيديو بروباجندا عشان يلحقوا نفسهم يضموا ناس أكتر. يعني هو عشان كده عملوا الفيديو اللي عملوه ده. بس طبعا انت عارف ان الفيديو ورى قوة الكنيسة وورى عمل العكس.
قد ان في كنيسه تتبني باسمهم، قد ان في ناس كتير قوي على فكره يمكن متهيألي على البرنامج حضرتك في واحد من اليابان دخل الكنيسه القبطيه وبقى يعني أسيس بتاع. الناس كتير قوي سمعت عن كده واتأثرت ودخلت في إيمان أكتر، فعمل رد فعل عكس لأنه ورى قوة الشهداء وإيمانهم في اللحظة ديت، لأن دي الحاجة اللي خلتني ادتني أكتر مش بس مقابلة الأهالي في مصر، إزاي إن هم ماشيين في الطابور دوت والروح القدس كانت معهم. دي الحاجة اللي خلتني إزاي إن هم قدروا إن هم يتفقوا إن الروح القدس تكون معهم وصلوا بحس إن هو لآخر لحظة ما تأثروش أو ما دمعوش أو ما صرخوش أو ما عيطوش زي بقية الأفلام اللي عملتها داعش قبل كده، إن هم كانوا بصين لحاجة ما بعد. فدي اللي خلتني ان انا يعني ابتدي ازاي اعمل المشاهد بحيث ان هي توري ازاي نوصلوا كده. الصوره دي اللي معروضه، الشاب ده اللي اتصور في اللحظه الاخيره وهو عينيه بتبص للسماء، وكتير من الناس تاملوا وقالوا انه ربما شايف نفس المنظر اللي شافه استفانوس اول شهيد في المسيحيه، اللي شاف العظمة وشاف المسيح قائم على يمين الله، وأنه شاف بالتأكيد حاجة ادته تعزية. صحيح حاجة غريبة أنه الناس عارفين أنهم حيموتوا دلوقتي وماشيين وعينيهم مرفوعة للسماء، إيه قوة الإيمان ده؟ أنا ما أعرفش يعني أي حد مننا لو تحط في الموقف ده هيبقى يتصرف إزاي، لكن بلا شك أنه ربنا إداهم قوة إيمان. وده يرجع للكلام اللي حضرتك قلته في البداية لما قلت إنهم ناس بسطة جدا، وإنه رغم إنهم يمكن مش حافظين الإنجيل كله وحافظين شوية آيات بيطبقوها، لكن لما تيجي فرصة إنه يسامح واحد ظلمه بيسامحه. إنسان بيعبر عن الحياة المسيحية الحقيقية. فزي ما حضرتك قلت نقطة جميلة جدا، إنه الفيلم ده الموفي اللي عملوه كانوا مصورين جايبين ناس طوال كبار ومصورينهم ان هم يعني ان كنترول ومسكين كل، لكن في النهاية ده ورى قوة الأبناء الكنيسة ورى زي الكنيسة فعلا قوية بالزبط في حياتهم. فده شيء جميل. طيب خلينا نشوف أحد أجزاء الفيلم عن عملية الخطف، إزاي هم خطفوهم. نشوف الكليب ده ونرجع نكمل حديثنا برضو عن هذا الحديث الشائك جدا عن الفيلم المعمول عن حياة 21 شهيد. ومعانا النهاردة مخرجه وكاتب السيناريو، بركة كبيرة يكون معانا الأستاذ رؤوف زكي. نشوف الكليب ده ونعود مرة تانية. We don't have money to pay you. The man standing in front of you have families to feed, and some with children still in the womb. We came to Libya to feed our families. We are very poor. So if you give our pictures to our families to ask them to pay your ransom, it's very difficult. They don't have bread for tomorrow, please. And as for our faith, it is a line we cannot cross. If we deny God in front of men, He will deny us in heaven. We are going home for Christmas. Take them away! Move! تصوير جميل لعملية الخطف. تخيل، لأنه محدش شاف الحاجات دي قدر يرويها، إنما حضرتك تخيلت إن ده اللي حصل، وواضح إنه تعبير قوي جدا عن فعلا الواقع اللي حصل. والحاجات دي بتعرض لأول مرة مش كده؟ أول مرة نعرضها لهذا عشان الناس تشوف الحقيقة جمال هذا الفيلم، والناس الفنانين اللي بيشاهدونا ربما يقدروا يشوفوا الكواليتي أوف ذا ورك اللي بتتعمل والمستوى اللي بتعمل فيها. ومرة تانية أنا بقول أحبائي اللي
سامعين باللغة الإنجليزية، إنه هيبقى فيها سبط، يعني هيبقى فيها عناوين بالعربية تحت ترجمة باللغة العربية لهذا الأمر لما تعرض في مصر. لكن المظاهر بتوري إن هم هددوهم إنهم ينكروا إيمانهم، فالشاب بيقول له إزاي أنا أنكر إيماني؟ ده خط أحمر لا يمكن أعداه، ولو أنا أنكرت ربنا قدامكم دلوقتي هينكرني في السماء. تعبير عن الإيمان القوي اللي خلاهم يقفوا ضد هذا الأمر. روف، إزاي اخترت الكاست؟ الكاست بركة من عند ربنا، مبني على موهبة. أهم حاجة الكاست في الفيلم، و يعني ديفيد لين اللي هو مخرج فيلم لورنس أوف أريبيا ودكتور جيفاجو قال كلمة كبيرة قوي، قال فيش كومبرومايز when it comes to casting، يعني لازم يكون ده لايق الدور بالضبط أو ما تعملش الفيلم يعني. فدي كلمة يعني معي على طول. طبعا حبيت ان انا اركب الممثل دوت مع الشهيد دوت، الوصفات مع الشهيد دوت او الطباعة ديت ممكن هو يكون. وبعدين لقيت ان حاجة جميلة قوي ان 80% من اللي بيمثلوا الشهداء مسلمين، اللي من إيران، اللي من العراق، اللي من فلسطين، ومبسوطين جدا ان هم يعملوا فيلم زي كده ومعبرين جدا. فدي جميلة جدا ان في وحدة. يعني حضرتك لما كنت بتعمل لهم انترفيو اديت لهم القصة وهم عارفين ان هم بيكلموا عن استشهاد مسيحيين وما انكرش منهم، رغم انهم مسلمين رحبوا جدا، شيء جميل جدا جميل جدا جميل جدا. وفي من اللي بيشتغلوا معنا برضو في الطائم برضو مسلمين، فدي حاجة برضو جميلة ان هم متشجعين جدا للفيلم. وفي منهم كمان على فكرة من العراق، يعني عانوا من داعش من العراق، فمتشجعين برضو من ناحية ديت. فدي حاجة جميلة فخور جدا بيها يعني. وبعدين برضو الفيلم مش بس في الأباط أهلنا، لكن بس في كمان الراجل ده من غانا، وفي كمان واحدة يعني دورها آسيوي، مبنية برضو على يعني قصة واحدة حقيقية ممرضة كانت في ليبيا من فلبينز آسيوية جاية عشان في ليبيا كانت بتبعت فلوس لعائلتها في الفلبينز، وهي مسيحية واتخطفت في نفس الوقت الشهداء المختطفين فيها. وعرفت عنها يعني وأنا بكتب السيناريو، فقالوا لها انكري إيمانك أو هتكوني صبايا، يعني كل واحد من داعش ياخدك. فقالت لهم طب أنا هنكري إيماني وقدامهم كده هوت، بس المسيح كان في قلبها كل يوم. فدي واخدة برضو جزء من السكريبت حلو، ازاي هنا بتشجع في السر يعني بعض من الناس في السجن، وبحكمها انها ممرضه فبيحصل لها برضو زي، مش عايز احكي طبعا عن الفيلم قوي، في معجزات بتحصل، عارفين ان طبعا حاجات حصلت اكيد الناس هناك شافوها وابتدوا ان هم يشوفوا حاجات احنا مش ممكن كنا نشوفها في حاجات طبيعية يعني. ف عشان عندنا يعني الكاست دوت حد من آسيا، حد من يعني من الفلبينز، حد من أفريقيا، حد من مصر، فجمعين يعني روابط كتير قوي عشان نعمل يعني ماركتينج للفيلم الأكبر جمهور باسبل يعني. عشان كده الفيلم مكتوب بالإنجليزي، سوري تفضل. تفضل كمل الشرح. عشان كده السيناريو كتب بالإنجليزي عشان يعني يشمل ناس كتير قوي. طبعا حضرتك عارف ان البوب فرانسيس في الكنيسة الكاثوليكية اول مرة تحصل من القرن الثالث انه يضم
شهداء من كنيسة أرثوذكسية لي واعترف بهم كشهداء. اعترف بهم كشهداء. دي حاجة كبيرة قوي. يعني دلوقتي عندنا جمهور أكبر. فطبعا لازم نعمله بالإنجليزي عشان كل حد يقدر يستمتع بالفيلم. وأنا عارف إنه أنت عملت أكتر من انترفيو مع كاثوليك بريست وتشيرشز وأورجانيزيشنز. أنا في دراستي للحلقة دي اتفرجت على بعض هذه اللقاءات، وواضح إن هم عارفين كويس، إخواتنا الكاثوليك عارفين بهذا الأمر، والقصة دي معظم العالم عارفها، أو على الأقل الناس المهتمين بالأحداث الدينية عارفين اللي حصل. عشان كده دي أهمية الفيلم ده إنه معمول بالإنجليزي، ومش حتى ناس بتكلم عربي ومترجم، لكن هم بيكلموا إنجليزي. ودي فكرة في نظري فكرة يعني عبقرية إنه يتعمل كده، لأنه أولا معظم العرب أو المصريين ممكن يفهموا الإنجليزي لحد كبير، ولما يترجم لهم هيفهموه. فده الماركت بتاع العالم العربي، لكن الماركت العالمي حلاوته أن أنت بتعرض لهم ناس بيتكلموا وبيتكلموا بأكسنت ربما تعبر فعلا عن لو كانوا هما بيكلموا إنجليزي. طيب أنت حضرتك كتبت السكريبت وديتنا فكرة عن الخلفية بتاعته. أنا عاوز أسأل بس عشان بعض الناس ممكن تقول، هل القصة دي تألفت ولا الأحداث دي فعلا واقعية؟ وهل ليك إثبات أنه كل حاجة اتعملت هي فعلا حصلت فعلا، ولا هي قصة اتكتبت لتعبر عن فكرة؟ القصة اتكتبت تأليف بتعبر عن اللي حصل للشهداء، مبنية عن شخصيات الشهداء، ومبنية عن البحث اللي عملته مع جهات الأمن في ليبيا، ومبنية برضو عن شخصيات تانية كانت مختطفة زي الممرضة ديت من الفلبينز. هل الممرضة دي، أسف لقطعك، هل فعلا كانت اتقابلت مع الشهداء في الواقع وكانت بتساعدهم؟ أنا ما أعرفش بصراحة إذا كانت اتقابلت معهم ولا لا، بس أعرف أنها اتخطفت في نفس السنة من نفس الجروب اللي هم عملوا الدبح الشهداء. هم نفس اختطفوه في نفس السنة. فأنا أخذت زي لايسنس ابتكارية أن أنا أدخلها في السيناريو. طيب خلينا نشوف الجزء اللي هو last night اللي هري للناس، وانت عقب لنا عليه عن الاحداث اللي حصلت دي، وفي نفس الوقت كمل لنا برضو وصفك للقصة ازاي او الاحداث مشيت. نشوف فعلا last request و last night ونكمل حدث. فده دي بتوري اخر ليلة ليهم. ده ثلاثة من الشهداء وآخر ليلة ليهم، إزاي إن هم بيحاولوا يقووا إيمان بعض من يعني اللي هيحصل لهم تاني يوم، وإزاي إن هم بيجيبوا آيات من الإنجيل، وإزاي بيقولوا إن ربنا هيقف مع، مكتوب في الإنجيل إن هيقف مع الأرامل واليتامى. يعني ده يعني بيدوا ثقة بعض بنفس بالآيات من الإنجيل ديت. وإزاي الرجل من غانا بيسمع بيتصنت للي بيحصل، وإزاي إن ده ممكن يأثر عليه وممكن ما يأثرش عليه. فيلم تشويقي جدا، لأن في كمان أكشن في الفيلم ما تصورتش لسه، لأن لسه بنحاول نجيب الدعم ليها. ودي بس يعني مقتطف من زنزانة واحدة، قدامنا لسه ستة كمان أو سبعة كمان عشان نضم البيت الكاس اللي جبناه. يعني do not worry about tomorrow، يعني one of the verses that Mario and the actor and Ahmed who's in the, another actor and Maxim are نتعول الغد. Exactly. دع الغد يهتم بنفسه. يهتم بنفسه. وواضح ان هم ربما، انا متاكد طبعا ان هم لما اجتمعوا 20 او 21 20 زائد الغاني او 4 5 منهم فوضى، انه ربما حد منهم ضعف. ده شيء طبيعي انه حد منهم يضعف طبعا ويعيط ويبكي طبعاً. لكن الجميل انه قووا ايمانه ويساعدوه ويشددوه، بحيث انه احنا ما شفناش
فحتى في الفيديو اللي عملوه هم بتاع داعش وكانوا عمالين يصوروهم يمين وشمال ما شفناش صورة واحد منهم ضعيف بالضبط أو راسه منحنية أو بيبكي بالزبط. أو بيحاول يتضرع لهم أو أي شيء زي كده. شفنا أقوياء جدا وده جمال الصورة اللي حضرتك قلتها إنه دي قوة أظهرت قوة الكنيسة ما أظهرتش قوة داعش بالضبط. عكس اتعكس الإفكت بتاعه. طيب أنت حضرتك أوكي خليني احنا كلمنا على ازاي المعلومات جاية وانك سمعتها من مصادر موثوق بيها وانه المعلومات دي ربما ما حدش تاني يسمعها لانك انت اللي جات لك الفرصة تتكلم مع الشخص ده بتاع المخابرات وتسمع من الناس وتقابلهم. في نفس الوقت لما عشت في بوسطن جالك اخوات الشهداء بعض اخوات في دول برضو كان ممكن يتكلموا ويحكوا لك. لكن التصوير ما حصلش بوسطن، حصل في لوس أنجلوس مظبوط؟ التصوير هنا في لوس أنجلوس لأن هنا في أكبر كمية من الممثلين اللي هم من أصل عربي لأن هوليوود هنا طبعا فكلهم كتير أكبر كمية هنا هوت. فطبعا طبيعة لوس أنجلوس بتشبه أكتر حاجة ليبيا طبعا أو الشرق الأوسط، النخل، الصحراء، البحر، مش هنلاقي حاجة زي كده غير في لوس أنجلوس. بس للأسف لوس أنجلوس بلد غالية جدا للتصوير فيها. تجيت في أغلى بلد في أمريكا. وده يقودني للسؤال الثاني اللي كنت عاوز أسأله لك. يعني ضروري في تشالنجز، ضروري في تحديات واجهتك من البداية لغاية النهاردة. دينا فكرة برضو عن بعض التحديات الواجهة. أنا عارف الناحية المادية جزء منها ونتكلم عليه، لكن إيه التحديات التانية اللي واجهتك؟ بتكون طبعا حرب، وكان كل يوم تصوير كنا بنبتدي بصلاة من مزامير مع كل الكاست والكرو، حتى يعني في كانوا يهود، في ناس ما بتؤمنش ربنا، في مسيحيين طبعا، في مسلمين، بس كنا دايما نبتدي كل يوم تصوير بالصلاة. وكل يوم كنت بفكر الكاست والكرو، خصوصا الكاست، ازاي ان هم لازم يكونوا متواضعين على اساس ان انت بتمثل واحد قديس او واحد انت يعني ماشي في خطوات واحد عاش لحظة من التاريخ، حط نفسك في موقفه وكون متواضع ان انت بتعمل حاجة زي كده وشكور عليها. ودي دايما كنا بنبتدي بيها كل يوم تصوير. طبعا اول ما وصلنا لوس انجلوس في ديسمبر اللي فات لما خلصنا قبل ما نبتدي الأول يوم كان صعب جدا. لما طلعنا من الطيارة والد المنتجة توفى يوميها، المساعد بتاعي اللي معايا 17 سنة جاله كورونا على الطيارة، طلع برا التصوير، المدير التصوير أول بعد المقابلة معاه كلب بتاعي وكان ماشي في الشارع عربية خبطته موتته. ده كان أول يوم يعني. فكان واحدة أخذت الكريدت كارد بتاعتي وابتدت اللي هي مسؤولة عن الأكل ابتدت تحط عليها حاجات تشتري بيها حاجات شخصية، عرفنا أن هي لازم نجيب حد تاني. فيعني كانت تحديات مش يعني برضو الواحد بيمر بظروف دي وربنا برضو بيعزيه، لأن مثلا بتلاقي مثلا حاجات احنا مش مكناش متخيلها تحصل. ناس لقينا ربنا مرة واحدة بيشيلها من فيلم، ناس مرة واحدة ابتدت ناس تقول لا أنا مش عايز اشتغل من غير ما نعرف ليه، بس مرة واحدة نلاقي ناس تانية جاي لنا من حتة تانية أحسن. فكان ربنا كان بيلعب معنا الشطرنج، بيقول له تعالوا هنا انت هتروح هنا روح هنا. فاحنا كنا هو ده فيلم بتاع ربنا، مدين له كل الثقه طبعا ان هو يقودنا. فمثلا كنا عايزين نصور في البحر في لوس انجلوس، طبعا انت عشان تصور على البحر في لوس انجلوس $5,000 لازم تدفع للسيتي، غير كده هو لازم تجيب بوليس ب $150 في الساعه، غير كده هو عندك ما تقدرش تعمل التولتات بتاعت لازم يجيب تولتات مخصوص، يعني هتكلف $6,000-$7,000 عشان نصور بس يوم واحد. فحد قال لنا على حتة اسمها أوكسنر، فروحنا نقول السوق ساعة ونص من أوكسنر، فروحنا في أوكسنر. فأول حاجة عملناها قبل ما نروح البحر روحنا الكنيسة الأرثوذكسي هناك. ومش هنسى اليوم ده أبدا، لأن دخلنا الكنيسة الأرثوذكسي كان كنيسة قديس يوحنا المعمدان،
وهو طبعا اول قديس انت عارف يعني عشان الكلمه. فدخلنا القديسه كده كنت بتشفع بيه, وبعدين قابلنا ابونا يوسف وابونا ديفيد. الله انتوا هنا, طب تعالوا انا كل اللي عندنا هنا من المنيا, ده احنا هنساعدكم وهنديكم ناس تساعدكم. فعارف دي كانت تعزيه غير عاديه, ان احنا كنا مين كان, كنت انا بوسطن بفكر عمال احاول هنصور فين على البحر وكده, بس ربنا عارف ان احنا هنروح أوكسنار وهنقابل أبونا, وأبونا هيقول لنا تعالوا. وبعدين اجتمعنا مع الشباب هناك وفي منهم في الفيلم يا سلام, فحاجة جميلة جدا. فحاجة زي كده بتحصل, ما كناش أنت ممكن إحنا كنا بني آدمين ما كناش نتوقعها أبدا أو نخطط ليها. احنا هنا انت عارف لما تخطط لفيلم تقعد شهور عشان تخطط له, وده مساعد المخرج مع منتج المنفذ, ونقعد ندرس هنصور فين وفي الوقت ده الشمس هتكون كذا وكذا وكذا. لكن انت يعني ربنا مخطط حاجة تانية خالص. فده كان الجميل في الموضوع دوت. مثلا الاخر يوم في التصوير كان في الصحراء, في حته المشهد اللي وريناه هو في الصحراء, في زي ستراكشرز كده كانها موجوده في الميدل ايست دي, لقيناها بالصدفه واحنا سايقين. كنا بندور على حاجه تانية خالص مع حوالي 30 ممثل وكلنا سايقين في الصحراء, ولقيناها بالصدفه كده وقفنا فيها وعملت لها بوكينج على التليفون وصورنا فيها. وما كناش الناس اللي كنا معانا كانوا معانا برضو كانوا من المنيا من نفس الكنيسه ديت, وقعدوا يصلوا ان احنا يحصل حاجه ولقيناها الحته دي. فعارف حاجات كده بتحصل كانت في التصوير كانت بركه جامده جدا. واجمل حاجه يعني طبعا انت تلمس البركه ديت في والناس كلمت اللي معانا ان هم يلمسوها يعني. فناس كتيره برضو ان هم انت عارف لوس انجلوس هنا يعني عندك هوليوود طبعا افلام, ففي ناس كتير قال لك انت بتصلي ليه في اول الفيلم واحنا فبتلاقي برضو حاجات زي كده. فانت تعمل اللي عليك بقى وهو ربنا هو والجميل انه انتوا شفتوا ايد ربنا بتحرك قطع الشطرنج, وتاكدتوا ان حتى ما لو قطعه تبان انها اتحركت غلط لكن ايد ربنا هتصلحها. تعبير جميل اللي انت قلته, يعني انتوا قابلتوا تشالنجز, لكن انت قلت لي في حديثك معايا قبل ما نتكلم ان انتوا شفتوا معجزات حصلت معاكم في العمل ده واعتبرتوها انها معجزات. طبعا الحمد لله ايد ربنا هي اللي انت شعر انها هي اللي بتحرك الموضوع ده. وده يعود مره تانية للسؤال اللي سالته لك في الاول, انت ليه اخذت عمل زي ده رغم انه على ما يبدو انه هو مش هيكون ماديا مجزي ابدا. الفكره مش ناحيه ماديه بالضبط يعني. واتمنى طبعا ان يكون نجاح الفيلم ان الناس تتفرج عليه, و يعني فيلم زي كده هو الناس يعني تيجي يعني عن ابن الساعة الحادية عشر, عن اللي هو لسه كان موجود على اليمين وازاي انه في اخر لحظة هو زي ما بيقولوا في تعبير بالانجليزي هو he stole heaven yeah. او سرق ملكوت السماوات yeah. في اخر لحظه. فالفيلم yeah. عن كده هوت عن ففي ناس كتير قوي وفي الانجيل طبعا اللي هم ابناء الحادي عشر هم يعني هم بياخدوا نفس التعويض زي الناس اللي هم طول حياتهم. بالظبط الفيلم عن كده, دول خدوها في اخر لحظه رغم ان حياتهم كلها كانت بتمهز هذا. وده كانت أنا عاوز أسألك فعلا على عنوان الفيلم, والفيلم بالإنجليزي اسمه The Son of the 11th Hour أو ابن الساعة الحادية عشر. وإحنا دايما عارفين إن إحنا نرمز زي اللص اللي على اليمين اللي جه في الساعة الحادية عشر في آخر لحظة وسرق الملك. المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس, والمسيح اتكلم على مثال شرح فيه إزاي إنه واحد أجر ناس وفي ناس ابتدوا يشتغلوا من الأول ومن الثالثة وناس اشتغلوا في آخر ساعة لكن ادهم كلهم نفس الدينار. ولما سألوه قال لهم أنا بقى عارف قلوب الناس, إذا أنا عاوز أكافئ الشخص ده أنت ليه تزعل مني. لكن التطبيق العملي ليه في الفيلم ده هو أنه الأولاد دول خدوا ملكوت السماوات بطريقة يعني معجزية, وأنهم ربنا حط في قلبهم هذه القوة وكان عندهم هذا الإيمان أنهم يقبلوا. التطبيق الجميل اللي شايفينه في الفيلم أنه ربنا
انهم كانوا يبتدوا الفيلم بالصلاه، ودي حاجه مش تقليديه في هوليوود. هنا اللي منكم هنا في البلد دي عارفين البلد دي فيها انحلال ازاي، بالذات هوليوود دي رمز رمز الانحلال. وانا عارف يا روف، انا في فتره من فترات كنت بقى كتير من العيانين اللي بيقولي كانوا اللي بيسموهم below the line level، اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في الستيج والإعداد والتجديد في الهوليوود، لأن أنا كنت فاتح في وقت من الأوقات عيادة في منطقة هوليوود، فعارف طبيعتهم إزاي وعارف الطريقة دي. It's a money 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 money, it's all about money. حدش يفكر إن هو بيرسل رسالة لربنا أو يصلي في بداية الأمر. والغريب انه مجموعه كبيره من كافه الاتجاهات والايمان والعقيده اتفقوا انهم يصلوا، يعني واحد مسلم واحد مسيحي واحد يهودي واحد لا يؤمن، وكلهم بيصلوا لإله عارفين انه هو موجود وخالق. جميل جدا. طيب احنا برضو مشتاقين نشوف اكتر على الفيلم، خلينا نشوف الجزء الاخير اللي هو لما هددوهم بالقتل، التهديد بالقتل او الليدر ريكويست، نشوف الجزء ده وبعدين نكمل برضو حديثنا على هذا الفيلم الجميل. I see potential in you. I can free you, and you join us. With us, you will taste the pleasure of this world, and the next, Jannah. But you must pass a little test. Then you will be my soldier. طبعا المنظر اللي شفناه ده روف، حسب ما انا شايف ان هو ده الليدر بتاعهم، الليدر بيحاول انه يغري الشخص اللي هو كان بيصور وبيقول له يعني انا شايف فيك بوتنشال كويس، انا شايف فيك يعني امل، انا ممكن احررك افرج عنك وتكسب الدنيا دي وتكسب كمان الجنه بتاعته اللي بيوعد بيها في السماء، بأنه يقتل الناس ويموتهم ويعملهم حاجة غريبة ومنطق غريب. أنا عاوز أسألك سؤال أخير قبل ما نتكلم بقى على الناحية المادية والتكاليف. أنا عاوز أعرف الفيلم ده إزاي أثر فيك أنت نفسيا؟ هو الفيلم طبعا قوة إيماني جدا رغم الصعوبات، و يعني مثلا بس طبعا بنشوف حاجات يعني مثلا من يومين الفيلم بتاع الشهداء في المنيا دوت، اول ما جينا هنا لوس انجلوس بقى لنا بس اسبوع، رغم التحديات اللي بنقابلها كل يوم وبنحاول نلاقي ناس بيشتغلوا بالجور الرمزيه اللي احنا معانا دلوقتي، فاز في إيطاليا مثلا، عرفنا أنه هو فاز جائزة بإيطاليا في مهرجان مسيحي بحاجة زي كده، طبعا بتعزينا جامد جدا وبتشرفنا أن في إيطاليا وفي هنا يعني يعني امتدى الموضوع ينتشر جامد جدا. فدي حاجة طبعا يعني أنا بس بحس أن أنا لما بطلع أصور بحب اعمل اكتر حاجه لاحظتها في التصوير، المخرج الناس بتفكر ان هو بيصرخ ويعمل بتاع، بس انا بحاول بقدر الامكان ان انا اطبطب على الناس او اكون سيرفنت ليهم اكتر من ان انا اكون في الفيلم ده بالذات. في تحدي جامد طبعا لان حاجات كتير قوي، مسؤوليه جامده جدا ورسالة عايز أنا أوصلها، فلقيت نفسي بحاول بقدر الإمكان أن أنا كشخصيتي أن أنا أحاول to lead with love، أن أنا أحاول أن أنا أكون زي صاحب أكتر وصديق أكتر. الفيلم بيتكلم كمان عن الأبوية، ودي يعني طبعا fatherhood is a huge message، like we have عندنا أزمة
أباء هنا في أمريكا. فبتكلم عن الأبوية اللي هو أباء الشهداء دول, وإزاي إن هو واحد منهم قال له لما تكون عندك خوف من أي حاجة أو عايز ربنا إيد ربنا تكون معاك, قول Jesus Christ be with me, يسوع المسيح يكون معايا. ودي ده اللي اتقال آخر حاجات اتقالت قبل الاستشهاد من كذا واحد من كذا شهيد. وإزاي إن الأبوية بتاعت الراجل الأفريقي دوت هو مفتقد أب, فبيحاول يزوره في ليبيا, وهو بيحاول يزوره في ليبيا بيتخطف هو من غانا, وقدره بيكون مع الشهداء, وإزاي إن هو بيلمس الأبوية السماوية دي من الشهداء, وإزاي إن التاني من داعش دوت عايز يتبناه كأبه. فالصراع ما بين الخير والشر, ما بين هنا أو هنا, الميزان ما بين هنا وهنا في الفيلم كله كمشاهدين بنحسه في الفيلم كله, والدراما بتتطور كده هو. ف يعني بتفتح حاجات كتير قوي. رسالة جميلة جدا بترسل أهمية الأبوة والأهالي في تربية أولادهم, وأنه عبارة جميلة علمها له ربما هو صغير طفل ورددها في حياته, هي اللي ادته التعزية, ودي كانت آخر كلمة قالوها, يا رب يسوع المسيح خليك معايا أو وقف معايا, شيء عبارة جميلة قوت إيمانك وخليتك probably a better person زي ما ربما I tried الحقيقة يعني أنا عاجبني جدا الفكرة اللي احنا شايفينها هنا دي, أنه أنت ربنا حط في قلبك رسالة وهدف وأنت بتحاول تنفذه وتعمله. طبعا لما بتكلم على التشالنج اللي قابلتك و في أول يوم 4-5 حوادث كان ممكن توقف الفيلم من أوله لأخره, لكن زي ما الإنجيل بيقول أنه هو يعني يضرب ويعصب, يعني هو ممكن يسمح بالحاجة دي لكن في نفس الوقت بيدي الحل. الناحية المادية مشكلة كبيرة, ياريت تكلمنا على تكلفة الفيلم ده. يعني انت اديتنا فكرة انه مجرد يوم واحد تصوير كلفك 7,000-6,000-7,000 دولار لمجرد ان انت تطلع تصور على البحر, لكن production زيادة على المستوى ده, واحنا بس ادينا الناس فكرة صغيرة عن بعض الاحداث, لكن انت اديتنا فكرة مثلا ان انت بتحكي حياتهم وازاي اهاليهم كانوا بيكلموهم, يعني انت واخد القصة من البداية لغاية النهاية, عمل كبير وهياخد وقت كبير. لغاية دلوقتي انتوا انتجتوا قد ايه من الفيلم؟ انتجنا حوالي 20% من الفيلم. ممكن قوي ان احنا غالبا هنصور من جديد, لان في حاجات في الفيلم احنا عايزين نعيدها, اداء معين كنا عايزينه فبعض المشاهد ممكن هنعيدها تاني, فممكن نقول احنا يمكن هنبتدي من جديد او هنكمل بال 20% ديت, بس غالبا يعني هنبتدي من جديد. هنصور ان شاء الله في ديسمبر. فاكبر دعم هو صلاة الناس معنا كل يوم لحد اخر ديسمبر او بعد كده هو طبعا لو يعني الناس قادرة أنها تصلي لنا. التشالنج المادي تشالنج جامد جدا, لأن احنا يعني محتاجين نكمل التصوير, وقدرنا أن احنا نجيب نص المبلغ وفضل لنا تقريبا النص التاني, ومعناش كمان مبلغ للمونتاج. مونتاج طبعا بيضم مش بس المونتاج للفيلم, مونتاج الموسيقى التصويرية والكالرينج والتشطيب الفيلم, الساوند افكس الفيجوال افكس بتكلف. فدلوقتي احنا محتاجين 400,000 دولار عشان نخلص الفيلم. المشكلة هنا في لوس انجلوس ان في يعني في ناس ممثلين ممكن تشتغل بأجر, يعني بيسمح لها تشتغل 19 يوم حتى لو احنا معنا دلوقتي مثلا مبلغ ربع مليون دولار, مش قادرين ان احنا نجيب الفنيين على مستوى ان احنا نثق فيهم ان هم يكملوا معنا في التصوير, فمحتاجين المبلغ دوت عشان نعمل كده. محتاجين كمان اللوكيشنز المظبوطه, يعني انت اللوكيشنز اللي احنا استعملناها دلوقتي دي
بسيطة، لأن احنا مثلا كنا بنجيبها $25 في الساعة، أو الزنزانة دي كان $50 في الساعة، فده يعني بالنسبة للوس أنجلوس مبلغ بسيط. لكن احنا اللوكيشنز دلوقتي في زي مدينة كاملة معمولة أكنها العراق أو ليبيا، وبيتصور فيها كل يوم. بس المدينة دي عشان تصور فيها عندك مثلا عمارة هنا مضروبة، عندك عربية فيها رصاص، أكنك بتصور في العراق أو في ليبيا. لكن يعني عشان تجيب الحتة بتاع داعش ديت والكذا الزنزانة وكده، المدينة دي $8,000 في اليوم، في اليوم الواحد $8,000 عشان تأجرها، عشان تأجرها تأجير بس، ومن غير مية، من غير تولتات، من غير نور. أنت تجيب التراك بتاع المية، أنت تجيب الكهرباء الجنريترز، وأنت تجيب التولتات، ولازم كمان تصريح عشان تصور فيها. فهتطلع من الموضوع دوت في اليوم $10,000 بس عشان اللوكيشن ديت. فأتمنى أن الناس إذا قدرت يعني تساعدنا في الفيلم كسابورت في ويب سايت بتاعنا، ممكن هم يخشوا أي سابورت and they can support it. لأن الوقت فضل لنا بس 3 أشهر عشان نبتدي تصوير، معانا الكاست، معانا اللوكيشنز بس مش قادرين ان احنا نجيبها، معانا الفنيين بس الفنيين محتاجين يعني جور اكبر. للاسف انت هنا بتصور بالدولار ومحتاج ان انت تدفع للناس ديت. طبعا في ناس ربنا يعوضها بتساعدنا يعني بحاجات اجور رمزيه ونشكر على كده، بس عشان مثلا على الأقل البادجت بتاع، عشان انت عندك حوالي 128 ممثل في الفيلم دلوقتي، في عندك ناس من الطرف بتاع داعش، في عندك الشهداء، في عندك الناس اللي كانت في الباك جراوند اللي هي مقبوضة على داعش، يعني في ناس اللي هي كان بتخدم على داعش. الناس دي كلها يعني في الكاست كله في حوالي 43 ممثل بيتكلموا، في حوالي باك جراوند اكترز حاجه 70. فالممثلين دي كلها طبعا عشان تجيبها وتدفع اجر كل واحد، وده ولازم تجيب منتج منفذ عشان تنظم معاه الجدول. فطبعا شغلنا يعني ان شاء الله ببركه ربنا محتاجين ان الناس تكون معنا. يعني ما فيش شك انه العمل ده اللي احنا بنتكلم عليه عمل على مستوى كبير، مش عمل بسيط او موفي صغيره بتتعمل، دي حاجه كبيره. والاستيميتد بادجت اللي قالها رؤوف حوالي 400,000، بالتاكيد انه دي محتاجه سبورت من اورجانيزيشنز مش بس انديفيديو. يعني احنا بنقول اللي ربنا يحط في قلبه وشايف العمل ده وشايف قيمته انه هو يحرك قلوب الناس وأن يمجد اسم ربنا في النهاية ويحب يساعد. احنا حطينا لكم الويب سايت، وأعتقد أنه عندنا برضو حاجة ممكن نعرضها نوري للناس. الاسم ايه تاني لو سمحت يا رؤوف؟ قول لنا، أنا مش شايف من هنا المسافة. الويب سايت ravisionproductions.com/support ravisionproductions.com/support. ممكن الناس تروح حتى على ravisionproductions.com، وفي هناك ممكن توصل على البيج بتاعت الفيلم، مكتوب Son of the 11th Hour، هيتفرجوا على التريلر تاني في حتة السبورت. ممكن اللي عايز يساهم ربنا يعوضه. وفي كمان بروجرام اللي عايز يستثمر في الفيلم كبارتنر، ممكن يستثمر برضو. يعني أنا روحت على الويب سايت شفت إنه يعني هي اسمها RA Vision Productions، دي اسم الشركة. دي اسم الشركة. RA stands for what؟ RA stands for Ra, like the ancient Egyptian. Oh, Ra. Okay. Yeah. Yeah. طيب Ra. Yeah. Provisions Provision Productions. لكن موجودة قدامكم، ممكن حد لو يعاوز ياخد صورة حتى للسكرين وتبقى موجودة. لكن انا دخلت على الويب سايت، فيري فيري نايس واي ان انت تعمل الدونيشن، وممكن الدونيشن تبقى من مبلغ بسيط اللي ربنا يحطه في قلبك، $100 $50 لو في ناس بقى عاوزه تخش تدفع مبالغ اكبر وممكن يخشوا معاهم كبارتنر في العمل ده.
دي برضو في تشانس الحاجة زي كده. وأنا بوجه رسالة ربما للأورجانيزيشنز اللي ممكن تشوف الأمر ده، لأن المبلغ ده مش يعني مش صعب أنه يتلم من individuals، لكن أورجانيزيشنز تهتم بالأمر ده ربما عشان المورال فاليو بتاع حاجة زي كده، ربما تنظر للناحية المعنوية لأنه يتعمل عمل زي كده يمجد اسم ربنا ويمجد ذكرى الشهداء دول الجميلين. احنا في كنيستنا بنهتم كتير بالشهداء وبنحطهم في السنكسار وبنقرا سيرتهم وبنتشفع بيهم. دول ناس عملوا عمل بسيط لكن في نظر الكنيسة بتاعتنا هم قديسين، وفي نظر الكنيسة الكاثوليكية هم قديسين واضافتهم رسميا للكنيسة كقديسين، ممكن نتشفع بيهم ونطلب انهم يصلوا عننا. لكن في النهاية إذا قدرنا نشارك في العمل ده، أنا بشجع الأورجانيزيشن، بشجع الانديفيديوز إنهم يبصوا الأمر زي كده. إحنا يا رؤوف إحنا متعودين في كنيستنا قلوب الناس دايما بتروح لفكرة إيه، إن أنا ساعد الفقراء، إن أنا في كنيسة جديدة بتتبني أتبرع لها، ودي كلها شيء جميل جدا طبعا. وفي احتياج شديد ليه ما فيش شك. لكن لما ربنا زمان طلب من الناس انها تتبرع عشان يبنوا الهيكل، او حتى في البداية خيمة الاجتماع قبل ما يبنوا الهيكل، كان طلب منهم انه يدلهم احسن حاجة عندهم، الذهب بتاعه كله. اللي شعب اسرائيل لما خرج من مصر كانوا اخذوا الذهب، كتير من الذهب، كانوا يكافئوهم يدوهم ذهب وماشيين، او بعض الذهب ربما خدوه بطريقة او باخرى. لكن لما جيت بني بيت خيمة الاجتماع طلب ربنا منهم انهم يدوا الحاجات دي ليه، عشان يبنوا خيمة الاجتماع، مش عشان فقراء ولا شيء زي كده. يعني ربنا بيضع قدامنا كلنا امور زي كده، حاجات زي كده ربما ممكن يكون التبرع ليها لا يقل أهمية عن التبرع مثلا للفقراء او التبرع لبناء الكنيسة. عمل زي ده في رأيي هيكون عمل جميل وعمل روحي وحيبني فكرة روحية جميلة، ولابد ان احنا نتأكد ان هو يتعمل على احسن مستويات ويوصل للعالم كله، عشان كده الكلام بالانجليزي، وكذلك يوصل للبلاد العربية كلها اللي تحتاج انها تعرف. يعني احنا نعرف عنهم في مصر لانه دول ولادنا المصريين، لكن لابد ان العالم العربي كله يسمع عنهم ويعرف انه في ناس عندهم قوة هذا الايمان. والجميل في كلام الهنا رؤوف النهاردة أنه 90% من الشباب اللي بيمثلوا الشهداء مسلمين مقتنعين ومبسوطين جدا أنهم بيشاركوا في هذا الأمر، بيشاركوا في عمل لأنه دي عمل بيخدم ربنا بغض النظر عن إيمانك الشخصي، ده بيخدم ربنا. الحقيقة احنا هننهي حديثنا ونوري تريلر مرة تانية. أنا بدعو الناس كلها أنها اللي ربنا يحط في قلبه أنه هو يشارك في هذا العمل. رؤوف الحقيقة أنا سعيد جدا في وجودك معنا النهاردة، لأنه أنت ادتنا فكرة جميلة عن عمل رائع وجميل، وأنا مبسوط بشخصيتك المتواضعة البسيطة. يعني أنت راجل نجحت حتى على المستوى هنا في أمريكا على كافة المستويات، وأنا كنت يعني احنا اتكلمنا على الأفلام اللي عملتها، عملت كذا دوكيمنتس عملتها وجات أوردز من ريدستون فيلم فيستيفال، بوسطن انترناشنال فيستيفال، ترانسلفانيا شورتس اي ثينك، صح انا بقول صح، ترانسلفانيا ده انذر أورد خدتها. يعني في كتير من الأوردز اللي جات لك، لكن ربنا مديك التواضع والمحبة. أشكرك، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. شكرا لي. أحبائنا المشاهدين، نتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة، ونراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع. I can free you and you join us, but you must pass a little test. Then you will be my soldier. We came to Libya to feed our families. If we deny God in front of men, he will deny us in heaven. We are going home for Christmas. Do you know that Philippians, the happiest book in the Bible,
was written while in prison. They will cut your heads off and lay it on your box and film it for the world to see. Does your God want this? Let it be his will. God will surely not abandon his widows and orphans according to his promises. Your best hope is there.